كما قال الشيخ راشد بن حميد النعيم رئيس دائرة البلدية والتخطيط أن رؤية عجمان 2030 تضع الخطوط العريضة والأطر الواضحة لتعزيز التكامل بين الجهات والدوائر والمؤسسات وتفعيل الشراكة لتحقيق أفضل النتائج. هي رحلة فيها تحديات ونجاحها بتكاتف الجميع والعمل الجماعي والعمل بإخلاص وصدق لهذه البلد. نحن اليوم لدينا كل مقومات النجاح في دولة الإمارات بفضل سياسة قيادتنا الرشيدة، الأنظمة، الأمن والأمان، الطاقة، البنية التحتية المتميزة، كل عوامل النجاح المدن موجود في دولة الإمارات ولله الحمد. الباقي علينا أن نعمل بإخلاص تجاه هذا البلد ونعمل كفريق واحد، نطور من أنظمتنا، من عملنا بعمل جماعي وتبادل التجارب بين الدوائر والمؤسسات، وإن شاء الله أن نظل إمارة عجمان وإمارة الدولة بشكل عام في أعلى مستويات التنافس العالمية.